أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتي أحبتي طلبة مدرسة حياتي، ومرحبا بكم في درس جديد. طيب الأنفاسك أبو علي سين، جزاك الله خير. فد ملاحظة صغيرة على قلقلة السين، يسر، لا تقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، إيه الحرف السين صار عندك بحركة، صار كأنما قلق يسر، يسر لا يسر، أما حرف السين هو فرش تفرش. بارك الله بك، جزاك الله خير. قبل ما نطب الحلقة عندنا طلاب جدد اليوم، عندنا طالب علي. علي صوتك علي عمو حبيبي؟ علي حيدر. علي حيدر ياصف ثاني متوسط ما شاء الله. عندنا علي حيدر انضم لنا في مدرسة حياتي درس جديد. بعد منو عندنا طالب جديد؟ اي عرفنا عن نفسك، اخذ المايك حبيبي واحكي. اسمي علي. اي اهلا وسهلا ياصف حبيبي. بالصف الرابع. انتم مع فئه الرواديد او فئه القراء؟
لا قرآن أنا. قرآن ما شاء الله. بعد من عندنا جديد؟ أي ما شاء الله. نتعرف عليك حبيبي. أمير أنا. أحسنت. أهلا وسهلا. علي بالله إذا أريد منك مشاركة، تقرأنا سورة الكوثر قبل لا نطب الدرس. سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر حافظه؟ يلا قل هو الله أحد. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. أنت ما عندك مقدرة تجويدية أو ترتيل مو؟ لا فقط قراءة. نعم. منو بعد عندنا؟ عندي سورة الضحى. خوش. نسمعك احنا. ايه تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. أحسنت. أنت تقلد عبد الباسط يعني؟ كأنه تقلد عبد الباسط. أداء جيد ولكن تحتاج بعد شنو؟ السماع أكثر. عم تعرف تميز بين التجويد والترتيل، واضح؟ يعني ست هذا يسموه احنا نسميه بال على كلامنا احنا القراء تدوير بين التجويد وبين الترتيل. يعني لا هو التجويد ولا هو الترتيل، تدوير بالنص يعني صار. انا اريدك تجود يعني تتعلم طريقه التجويد بالسماع. اكو ما شاء الله بالانترنت خير من الله، بس اكتب عبد الباسط فلان سوره يطلع لك وتكون مقلد ان شاء الله وبعدين تصير عندك بصمه. بعد منو يشارك؟ ايه تفضل. قلت لي عندي مشاركه بيات مو مقام البيات قبل الدرس؟ يلا راح اضيعون موضوع الحلقه على الحلقه الجايه نكمل يا خالد. تفضلوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تشلب بالشيطان، عيف السوبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل. ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عافيه. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أحسنت. هذا شنو أخذناه هذا المقام؟ هذا شنو المقام أخذناه؟ بيات. إيه احكي ايش بيك لا تخاف. يلا. هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أحسنت بارك الله بك. المشاركة بعد منو؟ سيد تشارك؟ شاركنا بشنو؟ احنا سمعناك بالردة الحسينية ما شاء الله. صوتك جميل. شنو حافظ؟ ها؟ إذا ما حافظ هذا مصحف، طيب مصحف حسين. إيه. شنو حافظ سيد؟ يلا. شوية يعني إقانة من هاي. احنا مشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هسه بسم الله الرحمن الرحيم. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم. إيه هذا المقام العراقي، الطور العراقي. نعم. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
كالمتلقيا عن اليمين وعن الشمال قعيد. حلو، بس شنو يريد لك عمو؟ يريد لك شويه تنظيم بالاحكام، يعني نفسه سويتها وصلت لل حركه، يعني 80 حركه صارت؟ لا حركه نفسي. ايه هي حركتي يعني طبيعيه، فعندك بالاحكام لازم تستمع اكثر. ان شاء الله دوم انت بمدرستنا موجود وتتعلم اكثر. طبعا انا اشجعك على التلاوه، هذه تلاوه عراقيه بحته وكلش حلوه. اي مقامات العراقيه طبعا من المقامات الصعبه، وهو ما شاء الله بهذا العمر هو جاب هذا المقام. احييك ودوم كما ذكرت سابقا بان البرنامج مفتوح لكافه الاعمار، نستقبلهم في هذا البرنامج سواء فئه القراء او فئه الرواديد. يكون الاتصال بالمخرج العزيز السيد حمزه الحديدي ويكون التواصل معه ويجون هذا البرنامج. احسنت، تفضل سيد. اطيح حبيبي، احسنت، بارك الله بك. اسمع بعد سيد مقام عراقي، وينك عمو؟ اسمع بعد عمو، تتعلم شلون تقرا. يعني مثلا انت قلت اذ يتلقى المتلقي، فتحلو هذا يعني وقفت. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. شلون قراءته سريع؟ ما اعطيته بيها مدود هاي. منو انا احلى لو انت؟ يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم ترى؟ هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أحسن سيد، صدق. صدق الله العلي العظيم. احسن، طبعا دوم ننبه على احكام التلاوه، عندنا اهم شيء احكام التلاوه ومن ثم الصوت واللحن والنغم. التي لم يخلق، لا خطا هاي، ما تقرا يخلق. التي لم يخلق مثلها، هيك تقرا، واضح؟ احسنت. عندنا ختاما نختمه ويا حسين، دوم احنا شوي نعول عليه. اي شو تقرا حسين؟ اي مقام تحب تقرا؟ مقام النهاوند. نعم على الحافظه او مصحف يمك بس على السريع. يعني يمكن عندنا ما عندنا وقت بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. الله الله، أحسنت. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. يا الله يا الله، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أحسن، ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. أحسن حسين، بارك الله بك. طيب الله أنفاسك، تلاوة ممتازة وجيدة، جزاك الله خير. نهاية الدرس أحب أشكركم وأحب أعطيكم دروس للجماعة أولادي الموجودين. إن شاء الله سيد تحضرنا مقام عراقي بحت تختاره، ولكن بأحكام التلاوة، واضح؟ بعد بنقرأ هناك على على طور عبد الباسط، كذلك تحضرنا سورة تقليص صرف لعبد الباسط. يعني من أوغاد إحنا إن شاء الله حنقيم الطاقات الموجودة، اللي يقدر يبقى ويانا يعني طاقته زينة يبقى ويانا، زين؟ إن شاء الله. نسأل الله قبول لنا ولكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى لا ترى يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجل هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بداية ممكن تحدثنا عن طبيعة هذه الدورة؟ ما هي الدروس التي راح تقدم إن شاء الله في هذه الدورة؟ حقيقة من الدورات اللي مستحدثة، وفي السنوات السابقة كذلك كانت نفس هذه الدورات، وهي دورات تخص أبنائنا وعزائنا الطلبة، ونعلمهم بعض الأمور التكليفية اللي لابد أن يتعلمونها، وبالتالي يستفاد نفس الطالب منها ويفيد كذلك عائلته. حقيقة هذه إلها حسنات وإلها كثير من الأمور الجيدة اللي حسسناها في السنوات السابقة. شيخنا، في هذه الدورة ما هي الأعمار اللي شملت بهاي الدورة؟ حقيقة شمل المراحل الابتدائية والمتوسطة، كل الصفوف سواء الابتدائية أو الخامس والسادس أو المتوسط ثاني متوسط ثالث متوسط. اسمي مرتضى علاء جاسم، بيتنا بالحسينية، رحت للثاني متوسط بيتنا بالحسينية مسيطرة 57 قادمة. الاسم علي ليك حمزة، رحت للثالث السكن بالحسينية صلامية مسيطرة 57. الحسن ليث حمزة، رحت للخامس ابتدائي وبيت ساكنين بالصلامي. عباس وسام حمد، رحت للثالث بيتنا بالصلامي. وحقيقة نشوف الإقبال والحقيقة مفرح جدا، وكذلك الحس بتفاعل العوائل العراقية الشريفة
في هذه المحافظة الكريمة في تحفيز أبنائهم للدخول في هذه الدورات المباركة إن شاء الله. السلام عليكم عمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو شو اسمك بياصف؟ صادق مرتضى بصف الرابع نجاة الخامس. عافية. زين عمو في السؤال، أنت شنو اللي خلاك تجي لهاي الدورات الصيفية؟ أبويا خلاني أجي لهاي الدورة عشان أتعلم القرآن بصورة صحيحة وكتبه بصورة صحيحة. زين منو شجعك؟ أهلي. كم هي مدة الدورة إن شاء الله؟ إن شاء الله 30 يوماً مدة الدورة، وتخت يعني فيها مواضيع كثيرة مثل فقهية، تعليم عبادات، بعض الأمور اللي تخص أعمارهم بحسب أعمار أبنائنا الطلبة إن شاء الله. كل أيام الدورة راح تكون إن شاء الله بالصحن الحسين الشريف؟ إن شاء الله. هو هذا المقرر، أنه هذا المكان هو المكان المقرر لهذه الدورة، تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إن شاء الله وتنتهي عند الساعة السادسة عصر إن شاء الله. شيخنا المنهاج الدورة هل أعد مسبقاً بحيث يعني الأساتذة المشايخ عندما يلقون المحاضرات ضمن يعني سياق واحد وفي كل حلقة دراسية؟ طبعاً التخطيط لكل شيء هو أساس النجاح، وإذا لم يكن هناك تخطيط فمؤكد ما راح يكون نجاح بالدورات، ولكن الحمد لله رب العالمين تخطيط موجود في عدد الأساتذة، عدد الطلبة، مكان الحلقات، توزيع الحلقات وآلية العمل، والحمد لله نحس أنه السنة هذه أفضل من غيرها في موضوع التنظيم وموضوع إيصال المعلومة لأبنائنا الطلب إن شاء الله. أنتم عودتونا دائما تحتفون بالمتميزين يعني في كل دورة، هذه الدورة ماذا سنشهد منكم إن شاء الله؟ مؤكد إن شاء الله سوف يكون تمييز وتكريم لبعض الطلبة المتفوقين في نهاية الدورة إن شاء الله، وهناك أيضا تشمل بعض السفرات السياحية كذلك لهم لهذه الدورات، ويخصص لكل حلقة يوم معين لإجراء سفرات معينة، سفرات ترفيهية، حتى نزيد من قربهم من هذا الجو المبارك إن شاء الله. شيخنا الكريم كلمة أخيرة إن شاء الله نسمعها منك. شكر جزيل لكادر مدرسة حياتي لهذه الجهود المبذولة وهذه الوجوه الطيبة إن شاء الله، نسأل الله أن يكون في ميزان أعمالهم حقيقة، وجهودهم مشكورة للتغطية اللي راح تكون حافز للآخرين حتى يدخلون في هذه الدورات المباركة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكر لله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم أخوكم الشيخ علي الكناني مشرف هذه الدورات المباركة إن شاء الله. مفتول في هوا الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. هسه الولد راح يغسل ايده، تاخذ ماء تضيف هاي تغسل اليمنى، اي منين يغسل بابا باوع باوع من فوق المرفق وياه، وشون يغسل من الاعلى من الاعلى. عافيه بارك الله بكم بارك الله بكم. كمل. السلام عليكم عمو. وعليكم السلام عمو. الاسم الكريم
حيدر احمد فاضل. من يا مرحله؟ مرحله السادس ابتدائي وعباره الاول المتوسط. عفية بارك الله بك. عمو من اللي جابك لهاي الدوره الصيفيه؟ ابويا وجابني متعلم قراءه القران وحفظ القران وتعلم الكتابه القران وكتابه ايات صحيحه. زين عمو ولو انتم بالايام الاولى بشرني مستفادين ان شاء الله بهاي الدوره؟ نعم مستفادين، يعني قراءه القران، تعلم كتابه القران، حفظ القران، هسه يعني حفظنا صوت ايتين ما شاء الله. هسه نريد نسمع بصوتك الحلو صوره الحمدو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أحسنت بارك الله. شيخنا ما هو المغزى من إقامة مثل هكذا دورات صيفية لطلابنا الأعزاء؟ طبعا المغزى الأساسي من هكذا دورات صيفية، أولا زيادة معلومات للطلاب بشكل عام، أولا من خلال تلاوة القرآن، أحكام شرعية، أحكام فقهية تتناسب ويا أعمارهم، هذا جانب كلش مهم، يعني إحنا نركز على هذا. شيخنا طبيعة الدروس هل يكون هناك اتفاق يعني على كل المدرسين يتفقون على نفس المادة اللي يطوها، لو كل شيخ إلى مادة يطيها يعني وفق ما هو يشوفه؟ لا، المنهجية ضمن الكادر المختص جزاه الله خير الجزاء، ناس يعني مختصين ولهم باع بهذا العطاء يعني بهذا الموضوع، نعم بهذا الأسلوب من التدريس، يعني ناس لهم باع طويل بهذا الأسلوب من التدريس. احنا بعد تبقى إضافات للأساتذة، إضافات بسيطة ربما تنسجم مع الحلقات التدريسية، يعني بسيطة لكن ضمن إطار معد من مواضيع محددة يعني مرسومة وموضوعة لكم أنتم على أساسها تشتغلون. ضمن مواضيع محددة ومرسومة موضوعة من قبل الإدارة اللي هم موفقين إن شاء الله لمثل هكذا مشاريع تنمي مهارات الطلاب، تنمي قدراتهم، كذلك تزيد من شغفهم اتجاه فعل الخير، حب القرآن، الأفعال اللي هي تقربهم من الله تبارك وتعالى بحكم إحنا مسلمين. يعني شيخنا كيف وجدت التفاعل الطلاب مع المواضيع اللي أنتم تقدمونهم إياها؟ أولا نشكر الأهالي، نشكر الأهالي على هكذا تربية لأبنائهم، تفاعل الطلاب كل الجيد، تفاعل الأهالي كل الجيد، تفاعل يعني حقيقة يدخل السرور على قلب الإنسان، فهذا جانب. جانب مثلا نشكر القائمين، شكر جزيل القائمين اللي يبذلون جهد، كذلك نشكركم انتم لكم بصمه يعني بالتغطيه الاعلاميه لهكذا محافل الهدف منها هي التقرب الى الله تبارك وتعالى. زين شيخنا نلاحظ اكو هناك اعمار صغيره واعمار كبيره، شلون تحققون التوافق بين هاي الاعمار؟ يكون البرنامج المعد اساسا من قبل الجهات هو مدروس، فالاعمار اللي احنا ضمن خط مستقيم واحد يعني، لكن نحاول نلقح الافكار بين الاعمار المتفاوته يعني. شكرا جزيلا شيخنا. موفقين، نسال الله لكم التوفيق ولهذه القناه وللقائمين، كذلك للمصور جنابكم الكريم، نسال الله لكم العطاء والتوفيق وممنونين لحضوركم. شكرا جزيلا. حياكم الله، مرحبا. الشيخ حازم الخفاجي، مدرسه الامام الحسين. أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي بآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب.
مبادين ما بين البسمة والوجع. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن تحدثنا عن درس اليوم، شنو موضوعته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم منهجنا وتعليمنا لطلب الأعزاء هي قصة العصفور والعش، وأن في هذه القصة موعظة وحكمة كبيرة لما فيها مغزى، وكيف أن العصفور ظن بالله سوءا، وأن الله سبحانه وتعالى وهو منجي عباده وخلقه لأنه هو الرحيم الغفور. والدرس الثاني وهي قراءة سورة الفاتحة، تعليمها لما بها فائدة للطلاب، لأن كل طالب وكل مخلوق وكل عبد يقرأ في صلاة اليومية هي سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وهي سورة التوحيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاسم الشيخ قاسم محمد حسين. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العفو، كيف تقيمون هذه الدورة قياسا بالدورات السابقة من حيث تزايد أعداد الطلاب، من حيث التنظيم والأمور الأخرى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا هذه السنة إقبال شديد وكثير من الأهالي وحرص على أن يشتركوا في هذه الدورات الصيفية من بعد انقطاع دام لسنتين بسبب الوباء اللعين، ولمسنا هذا الإقبال الكثير وهذا الحرص من الأهالي لإشراك أبنائهم في هذه الدورات. واقع الحال نتيجة أنا يعني حسب رأيي القاصر أنه بسبب الزمن الذي نعيش فيه، بسبب الثقافة التي غزت البلد، الثقافة الغربية، الأهالي تريد أن تحصن أبنائهم، تريد أن يكونوا ملتزمين، أن يكونوا مثقفين دينيا، وكذلك بالنظر للنشاطات التي تقيمها العتبة الحسينية على كافة الأصعدة الثقافية وفي محافظات العراق، في خارج العراق، المدارس الدينية التي تتبناها العتبة في جميع محافظات العراق وكذلك في خارج العراق، هذا كله أسهم في أن يلمس الأهالي الثمرة، ثمرة الدورات الصيفية المقامة في السنوات القديمة، ثمرة النشاطات التي تقيمها العتبة. لذلك كانوا حريصين في هذه السنة، ما شاء الله، يعني العدد في بداية الأمر كنا مستعدين أن نستقبل ما يقارب 1500 طالب، الآن بسبب ضغط الأهالي وإلحاحهم العدد أصبح 4000، ولا زال الأهالي مقبلين ويريدون التسجيل، ويعني ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر. شيخنا، على مستوى المادة اللي تقدم في هذه الدورات، هل يعني تشابهت مع الدورات السابقة أم كان هناك يعني رؤية جديدة ودروس جديدة حسب ما ترتو أنتم؟ طبعا المادة السنة تختلف كليا عن السنوات السابقة. في السنوات السابقة كنا نوزع كراسات فيها منهج معين من الفقه والعقائد وكذلك القرآن الكريم من جزء عامة وغيره من الأجزاء. السنة يعني استحدثنا أسلوب جديد أو نظام جديد في التدريس، وهو أنه قيم معينة نعطي، مثلا بعض القيم في هذا اليوم، مثلا درسنا عن التوحيد، عن مثلا لماذا أعيش، ما هو الهدف في حياتك، هل لديك هدف؟ زين، ومن هذه القيم التعاون، العزم، الحزم، كل هذه الأمور تكون على شكل قصص خاصة بهذه المواضيع ويطرحها الأساتذة في الدروس، بالإضافة إلى القرآن الكريم جزء عما حفظ وتصحيح القراءة أيضا. هذا من الجانب الفقهي، تصحيح الوضوء، تصحيح الصلاة، كذلك صلاة الآيات، مثلا تعليمهم صلاة الآيات وغيرها من البرامج الأخلاقية. كذلك إن شاء الله لدينا برنامج ترفيهي خاص بهم، إن شاء الله نطلعهم سفرات. يعني هذه مختصر المفيد إن شاء الله. بارك الله بكم شيخنا. هل وضعتم في حساباتكم أن يعني تعطون الفرصة لذويهم
أن يكونون مساهمين ولو بجزء القليل معكم في تدريس وتثقيف هؤلاء الطلاب من خلال واجبات دراسية ومن خلال طلبات معينة؟ بلي، نكلف الطالب في نهاية الدرس أو في نهاية الحصة عندما ينتهي الدرس أنه في بواجب بيتي، وهذا الواجب البيتي مثلا يذهب إلى البيت. مثلا في اليوم السابق كان واجبهم البيتي هو ما هو هدفك في الحياة، اذهب إلى المنزل وأتنا بقصاصة مكتوب فيها هدفك في هذه الحياة، زين، وهكذا من هذه الواجبات اللي يعني أنه أولا نحسس الطالب أنه لابد أن يكون له هدف، وهذا الهدف هو يرسمه، هو يقرره، هو يرغب به ويحبه، وغيره من هذه النشاطات. إن شاء الله مستمرين على طول الدورة، إحنا في بدايتها الآن إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لأن نكون قد قدمنا بالنتيجة فرد عمل مرضي إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين وإلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، هدية بسيطة إن شاء الله يقبلوها من عندنا. جهود مباركة وشكرا جزيلا شيخنا الكريم. الله يعزكم ورحمة الله. أشكر قناة كربلاء الفضائية، أشكر الكادر الأخوة المصورين جزاهم الله خير على الجهود المبذولة، وكذلك حرصهم على الحضور في مثل هذه المحافل. شكرا جزيلا لكم. أنا خادمكم حيدر إبراهيم في إدارة الدورات الصيفية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الجناح الخاص بمديرية مرور كربلاء في معرض كربلاء الدولي لكتاب الطفل ما بين الحرمين، في منطقة ما بين الحرمين. اليوم راح نشرح حلقة من حلقات مدرستي حياتي الخاص بالأسبقيات والأولويات لمديرية المرور. هاي الأسبقيات تعتمد طبعا في وضع المخططات والنسب الخاصة بالمخططات. اللي ما يعرف شنو موضوع الأسبقيات والأولويات، الأسبقيات هي بعض النقاط أو 8 نقاط في مديرية المرور تعتمد هذه النقاط هي في تحديد نسبة المقصرين في الحوادث المرورية. اليوم عندنا هذا المجسم اللي أمامكم اللي تشاهدونه. إذا نبدأ بأولى الأسبقيات، عندنا بالتقاطعات طبعا هنا هذا تقاطع إشارة ضوئية بالتقاطع. إذا لقينا الإشارة الضوئية موجودة طبعا ورجل مرور موجود هنا، إذا مشتغلة باللون الأحمر راح نبدي نقول اللون الأحمر يعني توقف، واللون الأخضر اللي مقصود به سير المركبات. إذا كانت باللون الأحمر ورجل المرور موجود بالتقاطع وانطى إشارة نفس الاتجاه اللي هو باللون الأحمر، هنا أكو نوع معين اللي هو اسمه أسبقية رجل المرور على الإشارات الضوئية. بهاي الحالة قانون المرور قانون 8 لسنة 2019 انطى صلاحية لرجال المرور تقدير الحالة بالتقاطعات، سواء كانت أسعاف موجودة أو حالة صحية أو يعني نوع من أنواع الخطر، دفاع مدني أو دوريات الشرطة محتاجة إلى فتح للسير هذا، فهنا شرط المرور إلى حق وأسبقية من ينطي إشارة بالإشارة اليدوية، هنا لازم السواق ينصاعون لإله ويعوفون الإشارة اللي موجودة. هذه تسمى أسبقية رجل المرور على الإشارات الضوئية، هاي بالرقم 1. إذا نرجع للأسبقيات نفسها، أسبقية المركبات التي تسير في الشارع الرئيسي على الاستدارة. اليوم مثل ما تلاحظون هذه المركبة اللي هي باللون الأصفر بداخل الاستدارة يريد يدخل للشارع الرئيسي. هنا عندي صاحب المركبة اللي هي باللون الأزرق صاحب الحق، والأولوية تقول أسبقية المركبات التي في الشارع الرئيسي على المركبات التي في الساحة في الاستدارة. يعني إذا أبو المركبة الصفراء طلع وهنا صار حادث مروري يتحمل نسبة التقصير هو صاحب المركبة اللي هي باللون الأصفر، وهاي تنطي الأسبقية والحق لصاحب المركبة اللي هو باللون الأزرق. عندنا أسبقية ثانية اللي هي أسبقية المركبات المتحركة على المركبات المتوقفة. هذه شلون نشرحها؟ إذا عندي مركبة متوقفة بوقوف مؤقت، إذا تلاحظون هذا الرصيف باللون الأبيض والأسود، الأسود والأصفر، هذا هنا هذا مسموح الوقوف ممنوع التوقف. صاحب المركبة اللي هو باللون الأزرق عنده حالة معينة يريد يوقف، هنا ينزل
احد العبريه اللي وياه او يصعد واحد من الركاب. هنا من يريد ينطلق لازم ينتظر ويباوع بالمرآة الجانبية ويتأكد من الشارع ما به مركبات وخالي من المركبات. بعدها هنا من ما تطلع المركبات كلها يكون الشارع هنا خالي، يقدر يتحرك ويتجول بمركبته بشكل اعتيادي. إذا لا سامح الله حرك مركبته وكانت المركبة اللي هي باللون الأزرق متوقفة، وهذه المركبة هي بسايد اعتيادي بحركة طبيعية، وهنا نتحرك صاحب المركبة وصار حادث، فيتحمل صاحب المركبة اللي هو باللون الأزرق أسبقية المركبات التي تسير المتحركة على المركبات المتوقفة، وهذه تسمى بالأسبقية الثانية أو الثالثة عندنا في قانون المرور. عندنا أسبقية ثالثة أو رابعة، طبعا الأسبقية الرابعة تقول أسبقية المركبات التي في الممر على المركبات التي تروم الانتقال إليه. اليوم عندي هذا ممر، المقصود بالممر اللي هو هذا التقسيم ما بين الممرات اللي موجودة بالشارع. هذا الممر اليوم سائق المركبة اللي هو باللون الأزرق وسائق المركبة اللي باللون الأصفر. إذا كان هذا الشخص يريد يستدير على سبيل المثال من هذه الاستدارة وهنا أكو مركبة بجانبه، فهنا صاحب المركبة لازم ينتظر حينما تجتاز المركبة ويحول وينتقل من مسار إلى مسار، أو إذا كان هو بالسايد السريع ويريد يحول للسايد البطيء فلازم يتأكد أنه بالمرآة الجانبية ماكو مركبة قريبة عليه بالجانب أو خلفه، وبعدها ينتقل لهذا المسار بيشغل الإشارة مالته وينتقل ببطء حتى لا يسبب بحادث. إذا صار الحادث هنا انتقل صاحب المركبة وتسبب بحادث بهذه المنطقة بالتحديد، هذا الأسبقية هنا تكون على صاحب المركبة اللي هي باللون الأصفر على اعتبار هو انتقل من مسار إلى مسار دون التأكد من خلو الشارع. هذه إحدى الأسبقيات اللي موجودة في قانون المرور. عندنا أسبقية أخرى وهي أسبقية المركبات التي في الشارع الرئيسي على المركبات التي على الشارع الرئيسي على الفرعي. طبعا إذا تلاحظون هذا الفرع هو الفرع هو المقصود بالطريق اللي هو طريق داخلي. إذا نلاحظ طبعا دخول المركبات أو حركة المركبات، هذا الشارع هو شارع رئيسي وهذا الشارع هو طريق فرعي دخول وخروج من عنده المركبات. هنا الأسبقية للشارع الرئيسي على المركبات اللي في الشوارع الداخلية، يعني صاحب المركبة اللي باللون الأحمر إذا كان خروجه بشكل بدأ هنا لازم يتوقف وبعدها ينتقل إلى الشارع الرئيسي. إذا ما توقف وصار حادث معين بهاي المنطقة هنا يتحمل نسبة التقصير هو صاحب المركبة اللي هي باللون الأحمر. طبعا أكو بعض المناطق ممنوع الاجتياز بها واللي هي بالمنعطفات اللي مقصود بها هذه المنطقة بالتحديد. هاي المنطقة هنا لازم سائق المركبة ما يجتاز بها ويكون دخوله بشكل اعتيادي بالمنعطفات وفي المناطق اللي هي مناطق اللي بالمجسرات. هنا عندي بالمجسر، ليش؟ لأن تنحجب الرؤية بالمركبة. إذا صاحب المركبة هنا بهاي المنطقة ما راح يشاهد المنطقة اللي بعده، المفروض كل واحد يسير بالسايد اللي هو بيه ويكون دخوله بشكل اعتيادي بالمجسرات. هذه الأسبقيات أعزائي المشاهدين طبعا نفسها تعتمد وتؤخذ بقانون المرور. أيضا عندنا أسبقية أخرى اللي هي أسبقية المركبات التي في التقاطع أو الساحة. هذا تقاطع عندنا وهذه المنطقة هي ساحة. إذا نجي بهذه المنطقة بالتحديد وتلاحظون وياي، هنا صاحب المركبة اللي هي باللون الأزرق المفروض من يوصل إلى تقاطع أو ساحة هنا لازم ينتظر حينما تخلص المركبات اللي موجودة بالتقاطع وتنسحب، بعدها يدخل للساحة اللي موجودة. هنا إذا صار حادث بهذه الطريقة راح يكون المقصر هو صاحب السيارة اللون الأزرق على سبيل المثال، وهنا يكون الحق والأسبقية هي لصاحب المركبة باللون الأخضر. هذه تسمى أسبقية المركبات التي في التقاطع أو الساحة على المركبات التي تروم الدخول
إلى التقاطع أو الساحة. أعزائي المشاهدين، هذه الأسبقيات اللي موجودة بحركة السير والمرور. أكو بعد موضوع مهم جدا وهو موضوع الأرصفة وألوان الأرصفة. إذا تلاحظون وياي هذا اللون اللي هو أبيض وأصفر، وفق قانون المرور قانون 8 هذا اللون هو ممنوع الوقوف نهائيا، ما يسمح لك لا وقوف ولا توقف. أيضا عندنا لون آخر اللي هو أسود وأصفر، إذا تلاحظون وياي هذا اللون يسمح بالوقوف ويمنع التوقف به، يعني ممكن أنه ننزل أحد الركاب أو نصعد راكب من بهذه المنطقة، فبالإمكان أنه نتوقف به بشكل مؤقت ونكمل إجراء، يعني ننزل الراكب أو نصعد راكب آخر، وبهاي الحالة يقدر ينطلق صاحب المركبة بشكل اعتيادي. أيضا أكو لون ثاني وهو اللون الأبيض والأسود، وهذا ينطي حق وأسبقية وقوف للمركبات التي في البارك، يعني المقصود به جراج ممكن أنه نتوقف به بشكل اعتيادي. أكو بعض المناطق اللي هي باللون الأحمر واللون الأبيض، هذه خاصة بسيارات الدفاع المدني وهنا أنا ممنوع الوقوف بها نهائيا. وأيضا أكو لون آخر اللي هو اللون الأبيض والأزرق، وهذا اللون بالتحديد ينطي حق الوقوف للباصات، فقط للباصات. فهذه المعلومات وهذه التعليمات هي صادرة من مديرية المرور العامة، اللي نتمنى من عندكم أعزائي المشاهدين تلتزمون بها، تتابعون مديرية المرور شنو تعليمات بها، شنو استحداث لهذه التعليمات. هذه الأسبقيات اللي شرحتها أنا هي أسبقيات مهمة جدا، يعتمدوها رجال المرور في كل التقاطعات، يعتمدوها في الإشارات الضوئية وفي الطرق الرئيسية والداخلية. هذه الأسبقيات نفسها احنا كضباط مرور حينما نطلع على حادث معين، نطلع على مركبة موجودة بالشارع بها حادث معين، راح ننطي أسبقية لهذه المركبة اللي ذكرتها وفق الأسبقيات والنقاط اللي ذكرتهن، اللي هي أسبقية المركبات المتقدمة على اللاحقة، اللي هي الاصطدام من الخلف، هذا ينطي حق لصاحب المركبة اللي هو بالأمام، على اعتبار اليوم الرؤية وفق قانون المرور هي الرؤية للمركبات اللي تسير بالطريق اللي هو للمنطقة الأمامية، وتوجد مرآة للجانبين والمرآة الوسطية يتابع بها السائق لحركة السير والمرور اللي موجودة في كل المحيط الخاص بهذه المركبة. أعزائي المشاهدين، هذه الأسبقيات مثل ما ذكرت لكم مهمة جدا، وتعتمد في المخططات المرورية وتعتمد في قانون المرور بتحديد النسب للمقصرين في الحوادث المرورية. أعزائي طلبتي، طلبة مدرستي حياتي، إن شاء الله استفاديتوا من هذه المحاضرة، ونلتقيكم إن شاء الله بمحاضرة أخرى تخص عمل مديرية المرور والإرشادات الخاصة بمديرية المرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.